شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل بصحة وسلامة. اليوم موضوعنا عن سماد طبيعي موجود متوفر بكل بيت، هو سماد قشور البيض. طبعا سماد قشور البيض نأخذ القشور ونجففها لمدة يوم واحد او حسب انتم جفعتكم، يوم يومين حسب المكان اللي انتم بيه، اعرضها للهواء حتى تجف وتصير سهولة التكسير. اكو هواية يكسرون البيض بهاي الطريقة، مجرد تكسير ومن بعدها يخلوه على التربة. هاي الشغلة غلط، لان هذا يحتاج الى فترة طويلة حتى يتحلل، يمكن اشهر يمكن سنة يلا يتحلل، فالنبتة ما راح تستفاد من عنده بهاي الحالة. فالطريقة الأسهل حتى تستفاد النبتة بسرعة من عنده وهي طحن ناعم كلش. طبعا قشور البيض هي مفيدة جدا للتربة، بها كالسيوم بوتاسيوم، بها مثل ما قلت لكم نطحنه طحن ناعم بعد ما اكسره حتى يصير سهولة الطحن مالته، مثل ما تشوفون هسه شلون دا اكسره اكسره وهسه لح اطحنه سلاح، اخليه بالطاحونة حتى اطحنه. طحنه طحن ناعم حتى بعدها نستعمله. هسه نطحنه هاي بعد ما طحنته، شوفوا هيك صار ناعم عندي، طحن ناعم. طبعا هنا طحنه انا من عنده قشور الموز، هم يبستها ولا مو كلها يبست عندي زين، واخذت من عندها اليابس وهم طحنته مثل ما تشوفوا. هذا قشر الموز، هذا قشر الموز، قشر الموز اخلطه ويا قشور البيض، واقدر اضيف بعد من تفل القهوة، هم طبعا مفيد جدا للنباتات تفل القهوة، عندكم تفل الشاي سقي حتى بقايا الشاي هم مفيد للتربة. هسه بعد ما خلطته اسقي بيه، ارش على اطراف دائر مداير اطراف التربة السندانة بهاي الطريقة أرشه، وبعدها أخلطه مع التربة، نقلب التربة وياه، ومن ثم بهاي الطريقة نقلب التربة حسب كبر السندانة إحنا نحط له من هذا القشور. أحسن ما نرميها إحنا تفيدنا، أكو هواي يتحسسون من عندكم السماد الكيميائي يخافون يسقون به يخلون على التربة وهاي، فهذا نبات طبيعي، سماد طبيعي قصدي العفو، ايش قد ما تخلونها ما له حتى اثر عليها. هاي عندي هنا سندانة هسه اكبر، هاي الدارسينيا الليموني احط لها هم على اطرافها. طبعا هذا القشور البيض طارد للحشرات، اذا حشرات بيها عندنا الحلزونية او اي شيء يطردها ما يبقيها بالتربة، ونمل ما يجيهم على التربة
بقشور البيض بهيجي طريقة، أرشها على التربة وبعدها أقلبها ومن ثم أسقيها. بعدها أسقيها، وهسه أني أحاول أحط لي كل عندي النباتات، كل النباتات بهاي الطريقة. وأتمنى تستفادون من هذا الفيديو، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويخلي جرس. ومع ألف سلامة، حط لي لايك.